أهلا وسهلا بكم، ندعوكم للاشتراك بالقناة بالضغط على سبسكرايب أسفل الفيديو، ولا تنسوا الضغط على اللايك لمزيد من التشجيع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخوتي جميعا، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية. معكم الحكيم عمر من سلسلة وصفاتنا اليومية. اليوم بعد أن نشرت لكم فيديو قبل أيام لحرق دهون الكرش ونالت إعجابكم، وأعتقد أنها وصلت لأكثر من 80,000 مشاهد لهذا الفيديو وأبدو إعجابكم في هذا الفيديو، اليوم أقدم لكم فيديو آخر لمن لم يستفيد من إذابة الكرش والدهون. هذه الوصفة تحرق على الدهون وتقوم بإذابة الدهون، وطبعا الدهون المتراكمة حول البطن، لأن أكثر الدهون تكون في منطقة الكرش والبطن، فهذه الوصفة تقوم بحرقهم جميعا وتذيب الدهون في فترة قصيرة جدا، يعني تبدأ النتائج بالظهور بعد 5 أيام من شرب المشروب الذي سنحصل عليه بعد قليل. المكونات هي بسيطة وسهلة جدا، نبدأ بالبقدونس، بالخيار، بالزنجبيل، طبعا الزنجبيل هذا هنا الزنجبيل الأخضر والنبات الأخضر، طبعا إذا لم يتوفر في بلدكم يمكنكم طبعا بعد ما تخلصوا الحصول على المادة ممكن أن تضيفوا من المطحون، ولكن أنصحكم بأخذ طبعا الزنجبيل الحي. وسنحتاج إلى الليمون وكاسة من الماء كما تشاهدون في هذه الصورة. هذه هي المكونات البسيطة جدا والسهلة جدا للحصول على نتائج رائعة جدا. أعدكم وأقول لكم مجددا، هذه الوصفة مجربة من أحد الأقارب ومن الكثير من الناس، لأنني يعني كما قرأت موجودة والجميع يستعملها لحرق الدهون وإزالة الكرش والتخلص من هذه المناطق، وأيضا فيها بعض الخصائص المفيدة كتنظيف القولون وتنظيف الأمعاء. طبعا تعلمون جيدا أن القولون والأمعاء في الغشاء الداخلي يكون هناك تراكمات من السموم والدهون وما إلى ذلك، فهذه تقوم أيضا بطرد هذه المشاكل كلها والتخلص من هذه المشكلة. نبدأ على بركة الله في طريقة التحضير والمكونات. إذن إخوتي، هذه هي الكاسة التي حصلنا عليها في نهاية هذا الموضوع.
هذه الكاسة إخوتي كما قلت لكم أنها ستقضي إن شاء الله على الدهون المتراكمة وتذيب الدهون الموجودة في منطقة الكرش وعلى الجوانب. طبعا هذه الكاسة تقوم بشربها يوميا قبل النوم، مساء قبل النوم تقوم بشرب كاسة واحدة منها، ستكون إن شاء الله هي مفيدة لكم، وستبدأ النتائج بالظهور بعد 5 أيام. أريد أيضا أن أنوه بأن لابد من استعمال أيضا نظام غذائي في هذا الموضوع جنبا إلى هذا المشروب، يعني البعد عن الخبز والكربوهيدرات والأرز والنشويات، لأنها إذا قمت بشرب هذه الكاسة فهي ليست كافية وحدها في أن تتجنب طبعا السكريات والحلويات في الدهون. لذلك أنصحكم بشربها للتخلص من الكرش وإذابة الدهون الموجودة في منطقة البطن. هذه طبعا الكاسة أنا لا أفضل أن يشربها الأخوات المرضعات والحوامل، لا أفضل أن يقوموا بشرب هذه الكاسة إلا بعد أن يقومن بالسلامة ويقوموا بشرب هذه الكاسة لا مشكلة. أتمنى أن تنال إعجابكم هذه الوصفة وجربوها، وإن شاء الله تنال إعجابكم، ولا تنسوا مشاركتها عبر الأصدقاء عبر الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي وواتساب. وإذا كنت أول مرة تشاهدون في هذا الفيديو فلا تبخلوا علينا بالضغط على الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد في الفيديو. كان معكم الحكيم عمر، وانتظروني إن شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.